غبي، انا البوسطجي اللي ببعت الجوابات لاخوك. ولما انت البوسطجي مسطعني وكاي ليه عامل لي تخله وقرفني وبتاع وانا ببيع الكتب ليه؟ قرفني ليه؟ يا عم زهقنا من جواباتك، حد يكتب جواب 80 صفحه؟ يا عم انت مالك، انا بحب اخد وقتي مع نفسي. ما تكلمه يا اخي، ما تكلمه في الموبايل بتاعنا احنا ليه؟ يا عم اخويا بيحب يسمعني، انت مالك؟ سيبني والنبي عشان عايز ابيع شويه الكتب دولت. الله يصلح حالك. هي دي مكتبه مخلص بقى اللي انت عمال ترجع عنها في جوابات؟ اه هي دي مكتبه مخلص. ورامي ايه الكتب ليه؟ مش فاهم. بص انا قلبي ارتاح لك وعايز احكي لك. اصل مخلص ده نتل قوي 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 قوي، مش عارف سموه مخلص ليه. ابوه قبل ما يموت قال له اوعى انت مخلص، اوعى انت مخلص تبيع الكتب. قال له عيب يابا، عيب ده انت ابويا يموت وانت مرتاح. قال له انا اموت؟ قال له موت يابا. ابوه مات كده؟ قال لي يلا نبيع الكتب ونفتح محل موبايلات بقى وتلعب معانا. انت برضه هتقعد ترخي زي جواباتك؟ اسكت بقى شويه يا عم. ما طب اقول لك حاجه، موقف نتالا ليه تاني؟ اه قول لي. يعني مخلص ده عمل ايه اخر حاجه نتالا عملها معاه؟ هقول لك. ابوه قبل ما يموت على طول طرده من البيت. ام مخلص خرج بره البيت وكتب عليه مكتب الارشاد وبلغ البوليس. نتل سياسي قوي. انتوا كلكم اندال اصلا. يلا يا عم روحي. على الله تبعت جوابات تاني. يلا ادخل كده وانت شبه سقراط. يلا يلا اشكال مش عارف بيكبوها منين. يلا يا كتعم، حد يشتري منا اي كتاب كده ولا نعمل اي مصلحه؟ ايه ودي كتب حد؟ اهلا صباح الخير. صباح الخير يا مخلص. صباح الفل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا جلده. ايه يلا؟ ها ما خلصناش من الكتب اللي قلت لك خلصت منها؟ لا لا لا، انت عارفني اخلصك. ما انت عارفني افهمها في كل وقت، افهمها وهي طايره وهي بتعوم وهي بتسوق. انت اصلا مبهور بدماغي، عشان كده بتكبني اشتغل معاك. تقعد تقول لي يخرب بيت دماغك، يخرب بيت دماغك. انا مش عايز رغي. تمام. انا عايز اخلص الكتب اللي في المكتبه دي. يعني عايز احول المكتبه دي بقى اخيرا للمشروع اللي انا بحلم بيه، مشروع الموبايلات. يلا وانت ده جلده هتساعدني برضو في الموبايلات. ربنا يخليك يا ريس. يلا تبيع معايا شويه الكتب دول وبعد كده الباقيين دول هنخلص منهم. خلاص انا هقول اي كتاب، انت تقول بنص جنيه. ماشي يا ريس. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ عشان تاخده وتتعيلي دعوة حلوة، بدل ما تاخده باتنين جنيه وتدعى لها دعوة وحشة. يطلع لواحد فلوت يقول له هو في دعوة حلوة ودعوة وحشة؟ اقول له ده موضوع كده. ولا تعال تعال تعال، انا بفهمهم بس. هم فاهمين كل حاجة ما شاء الله، مالكش دعوة انت. تمام. انا اقول اي كتاب، انت تقول بنص جنيه بس. تمام. نص جنيه. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ مش ده موضوعنا. موضوعنا رد على الفلوتة اللي سألني من شوية هو في دعوة حلوة ودعوة وحشة. ولا ولا بنص جنيه بس، ما تقولش حاجة تانية. ها؟ تمام. عارف لو قلت أي حاجة تانية أنت حر. وأي كتاب بنص جنيه، 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 بنص جنيه. كده بقى ب 80 جنيه يا ابني، أنت كده هتطفش الزباين. بس أنا قلت بنص جنيه بس. لا ما تقولش حاجة، بص قول أنت أي كتاب وأنا أقول بنص جنيه. اي كتاب بنص جنيه. ليه بقى؟ لان انت لو خدته بنص، بص شفت بتضايق ازاي؟ بتصدع. بقول لك احنا مش عايزين نبيع لا بنص جنيه ولا اي حاجه. طب بس عندنا كتب مهمه ممكن تتباع والله. قصر الشوق بنص جنيه. السكريه بنص جنيه. طبيبك الخاص بنص جنيه. لا طبيبك الخاص بنص جنيه ايه؟ لا لا لا، ده احنا كنا بنقف عليها طوابير يا ابني. ده كان زمان، دلوقتي من على النت تنزل طبيبك الخاص يقعد جنبك يحكي لك كل حاجه. يعني مش محتاجين نبيع الكتب؟ مفيش الكلام ده. انا قلت لابويا بقى الله يرحمه ايه حكايه الكتب دي؟ خلاص ادمت، هو ما سمعش الكلام وقال لي حافظ لي على المكتبه. مكتبه ايه اللي حافظ عليها؟ اذا كنت ما حافظتش عليه هو نفسه حافظ على المكتبه. نتل نتل يعني مين ده؟ ابوك يعني. شوف عايز المكتبه تقعد. حتى بعد ما يموت عايزها تقعد. بص اقول لك ايه، خد الكتب دي وشويه الكتب اللي في المكتبه كلها. لا كلها، وعايزك تديها لبتاع الروبا بيكيا. تمام. ماشي. حاجه تاني؟ عايزك تروح للواد سيد رنا. انا متفق معاه، هيبعت معاك سيدي هيا عليها رنات جديده لسه ما نزلتش مصر، عشان اي حد بقى نزل له رنه نعمل له سكرين نظبط شغلنا بتاع الموبايلات بقى. طب انا بس هفهم حاجه صغيره قوي. انا اروح الاول بتاع روبابيكيا ولا اروح الاول سيد رنه؟ عشان ما اروحش انا بمساكي فانت تقعد تقول لي انت بتصرف من دماغك وانت مش عارف. لا انت تفهمني كل حاجه وانا مش خلص. نو نو نو، هتاخد الكتب هتروح لمين؟ هروح لسيد رنه. لا هتروح لبتاع روبابيكيا هتديهم له، هتجيب الفلوس هتروح لسيد رنه تجيب من عنده السي دي. يا سلام. مش دي عايز ولا كلمه. يلا يا سلام، دي سهله قوي دي. اروح انا لبتاع الكتب واقول له بتاع الحق اتكلم وانا ماشي مع نفسي. انا مستحمله ليه؟ انا مش فاهم مستحمله ليه. مخلص مخلص. ازيك
ازيك يا مخلص؟ عامل ايه؟ ازيك يا وزة؟ عاملة ايه انتي؟ الحمد لله، انا اجرت فستان الفرح. اخيرا، كويس ان انت لحقتي قبل ما نعمل الفرح النهاردة. هو انت بتعمل ايه؟ انا بصفي المكتبة بقى، هحولها هحولها لمحل موبايلات. يعني تصفي مكتبة ابوك وتفتح محل موبايلات تحط فيه القرشين اللي حيلتك وفي الاخر بنخسر وما نلاقيش حاجة؟ حرام عليك، ده احنا فرحنا النهاردة. ايوه، بدل الفرح هيبقوا فرحين، فرح انا وانتي، وكمان المشروع الجديد بتاعنا بقى اللي هيكسر الدنيا. خلاص الكتب ملهاش اي لازمة. ايوه بس المكتبة معروفة وليها اسم، وانت بكده بتحط اسم باباك في التراب. اذا كان بابا نفسه بقى في التراب جت على اسمه ما يجراش حاجه. وبعدين انا عايزك تقفي جنبي يا بت، عايزك تقفي جنبي. انا الشبكه اللي كنت جايبها لك بكام؟ ب 10000 جنيه. حلو، 10000 جنيه دي من فتره يعني زمان، دلوقتي الذهب بقى ب 25000 جنيه. 25000 جنيه دول يظبطوا لي المكتبه تبقى محل 100 100. بص، احنا هنبيع الذهب ده وبالنص، انت 12.5 وانا 12.5، اوضب بيهم ونبقى 100 100. نعم يا نيا. انت قلبت على فيفي عبده مره واحده ليه كده؟ دهب مش ببيع ولا بسلف، لما نتجوز يا حبيبي النهارده ابقى افكر، مش من اولها داخلي على طمع. تجهز يا نايا وتجيلي في الميعاد. قال نصهم قال، مش كفايه انك هتتجوز وزه؟ عارف يعني ايه وزه؟ وزه يا ابني. ايه وزه؟ بتبيض يعني ولا ايه؟ طب وبعدين؟ كويس ان هو دهب صيني ونخلص منها الحمد لله، بس مفيش حل غير الوضع عربي. ولا عربي ولا عربي. نعم نعم يا مخلص، عاوز ايه؟ تعال عربي، تعال تعال عربي. يعني تعرف طبعا ان انا فرح النهارده يعني. يبقى اختك يا اخي بقى تاخد وزه اللي بحبها مني وتخطبها وتتجوزها كمان، ومش عايز نزعل منك. انت شارب جاز ولا ايه؟ يعني هو طبعا فرح النهارده ومحتاجك يعني في حاجة، أنت استعديت مثلا الفرح؟ عارف وعملت حسابي. عملت حسابك إزاي؟ جبت إزازتين بيرة تركيز 10% عشان أول ما أسمع الزفة بتاعتكم معدية وبتعمل تم تأ 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 أشرب بقى واسكر وأنهار زي الأفلام، وتنزل أغنية أعذريني في يوم زفافك ما قدرتش أفرح زيهم عشان ما خطرش في يوم في بالي إن أبقى واحد منهم. وبعد كده خبط الكوبايه في الحيطه تنزل تتدغدغ مليون حته، وامي تقول لي كده كسرت الكوبايه يا حمار. اقول لها اه تاخدني في حضنها وتطبطب عليا وتقول لي ما تعملش في نفسك كده، ده نايا اللي بيعك بيعه، بكره اجوزك ست ستها. اقول لها ايوه يا اما انا لازم اتجوز ست ستها عشان ابقى راجل وست ستها، واقعد ابكي بقى. بعد كده اقعد ابكي انا بقى. يا ظالم يا ظالم يا ظالم. ايه المونولوج الطويل ده يا ابني؟ ولا محتاج تعمل اي حاجه من دي، ولا تكسر كوبايات ولا تشرب بيره ولا اي حاجه. بص يلا، انت برضو صاحبي وانا هعمل معاك واجب. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ وانا لسه قلت هعمل معاك واجب. هو بص انت ايه، انا كنت شاري للبت وزه شبكه ب 25000 جنيه، ادفع انت 30000 جنيه يا معلم واديك وزه واعمل لك تنازل في الشهر العقاري. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ ايوه. قلب الصغير لا يحتمل هذه المفاجآت. عيب يا ابني، انا عمري هضحك عليك. غير كده بقى، بدله الفرح هديه مني ليك. والله بجد؟ ايوه، انت هتروح للراجل الترزي هتدي له 3000 جنيه وتاخد البدله. الف مبروك يا ده عربي. حقيقي انت اخ وحقيقي انت عبيط. بس ايه ده؟ نمرة غريبة. احضر عند المطار عشان تستلم السي دي. كلمة السر الحياة حلوة، لأ الحياة حمراء. ايه ده؟ أكيد سيد رنة، بس سيد رنة أنا مسجل اسمه. أمال ده اسم مين؟ دي نمرة مين؟ مش إشكال. ولا جلدة؟ جلدة؟ طلباتك يا مخلص، أمرك يا مخلص، أمرنا مخلص، لين أجيلك على طول يا مخلص. أنت بتنتهي يا مخلص ولا ده؟ أنا بنده، أنا بنده. بص انت رحت للسيد رنا؟ لا كلمته بس طلع تليفونه مقفول، او ربما يكونوا مشغولا، او ربما يكونوا خارج نطاق الخدمه، او ربما هو يكون قافله مثلا يعني واخد دش. يعني عموما انا بفترض يعني. لا ما تفترضش، اصل الافتراضات مش هتخلص، ممكن اقعد جنبك يومين هنا. صح. هو واضح ان غير نمرته وبعت لي رساله قال لي اروح استلم السي دي من عند المطار، بيقول لك تحت المظله كلمه السر
الحياه حلوه لا الحياه حمراء. هو قال الحياه حلوه لا الحياه حمراء؟ ده بيهزر بقى. بيهزر. الله اروح انا بقى اجيبها لك ولا انت تروح تجيبها؟ ما انا مش هينفع اروح اجيبها عشان الفرح بتاعي. لا وانا صاحبك ده بضفاير تقعد انت زي البرنس تجهز الفرح، اروح انا اجيب لك السيديهايه. ماشي يا عم، وانت برضو روح معاه فهمه هيعمل ايه بالظبط. زي ايه؟ طب تعالى انت قول لي في الطريق برضو عشان ما انساش. بص انت ما تروح له هتقول له الحياه حلوه. تمام. هو يقول لك لا الحياه حمراء. قول له فين السيدي؟ انت رغاي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. جمالكم في الافراح الف مبروك يا وزه يا بنتي الف مبروك. مبروك على ايه بس يابا؟ هو مخلص فين؟ انا عارف مخلص فين وقاف الموبايل ومن الصبح. طب مش عارفه اعمل ايه. انا حذرتك منه الف مره. يا العريس وصل وانزل يا جميله ولا ايه؟ مبروك يا وزاد يا موجات يا مش علينا كل حته في جتتي. انت بتعمل ايه هنا يا عربي؟ مخلص لو جه هيبهدلك. يبهدلني ليه؟ ما واخد الشبكه بتاعته وفيها خمسه زياده وقال لي حلال عليك وزه بالهانه وبالشفا وكلها بقى وكده وعمل لي توكيل في الشهر العقاري. يا مزبتي توكيل؟ توكيل بالبوس وبالاحضان وبال خلاص بقى خلاص بقى يا عم انت. انا قلت لك مخلص ده ندل من الاول ما صدقتنيش. دلوقتي احنا ما قدمناش حل غير احنا نقبل بالرجل التنين ده عشان الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ العروسه حامل ولا ايه؟ ده مخلص مفهمني ان هي فابريكه جوه وبره استعمال طبيب يعني. طيب يا ابني هو ما ضحكش عليك ولا حاجه. كل بقى في الموضوع ان العروسه ها كسره زيرو مش اكتر. مبروك يا عربي الف الف مبروك والله. تمام يا ضوء يا مزيكا. الصوت يا عم انت هو الصوت يا عم انت هو انت يا ست خش جوه انت يا ست خش جوه الصوت يا عالم بالراحه. العروس العريس عريس ريس ريس عروسه 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 كانت خطيبتي ابتي خطيبتي ابتي وراحت لصاحبي صاحبي بالهنا والشفا شفا والبس وفرح يا عروسه على العريس على العريس يا عروسه. جبت لك ايه بقى معايا؟ ها جبت لك السي دي او الاسطوانه المتمجه حسب ثقافه كل حد. في ناس بتقول عليه السي دي وفي ناس بتقول اسطوانه متمجه، انما في ناس بتقول لك هات البتاعه دي وتريح دماغك. يعني انت جبت البتاعه دي خلاص؟
طب متشكرين قوي. تعال نبص عليها. دي عليها بقى الرنات، هننزل رنات مش هتبقى موجوده في اي حته. طب والنبي ممكن تنزل لي نغمتين، واحده لإليسا والثانيه لإليسا؟ اصبر بس اصبر، انت رحت المهم الراجل قلت له كلمه السر واديها لك؟ اه قلت له الحياه حلوه، قال لي لا يا عم الحياه حمراء. قلت له لبنى عسل عامله ايه؟ سلم لي عليها، دي سكر قوي بموت فيها والله. لبنى عسل دي بس. ما سالتوش على تياترو مصر؟ لا ايه تياترو مصر ده؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. شوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ يا نهار اسود، ايه السي دي؟ في حاجات ابيحه ولا ايه؟ ابيحه ايه؟ ما لو حاجات ابيحه كنت اتفرجت انا وانت. امال ايه؟ انت جبت السي دي ده منين يالا؟ هو اللي قابلني في المطار وقلت له كلمه سر التهولي على طول. يا نهار ابيض، ده السر ده عليه اسرار مهمه جدا للبلد. وفي شخصيات مطلوب تصفيتها. الراجل ده تعرف اسمه؟ لا. طب هو ممكن تكون الرساله بتاعت السي دي دي جات لك غلط؟ جات لي غلط ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انت رقمك اخره 57 اما هو بعتها الرقم اخره 58، او يكون مثلا مسكلك مخلص طح ام بعتها لواحد تاني اسمه مخلص فحت. يعني بتحصل دي اخطاء دايما في الرسائل. ليه بقى؟ لان انت عندك كل رساله دي اخطاء من 3 شهور. ممكن يقعد يرغي لمده 3 ايام. احنا نعمل لهم ايه بقى؟ نقول لهم ايه؟ تقول 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 لهم ايه